هنطلع دلوقتي لكتابنا، كتاب قلوب عامرة، ونذكر بالرواية، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. فإلى الكتاب، وبعد الكتاب إن شاء الله نستكمل الرد على أسئلة حضراتكم. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في كتابنا، كتاب قلوب عامرة، وما زلنا في تصحيح سورة النازعات. فيلا نكمل الجزء اللي عليه الدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، بناها، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. ما بقى القلش، النون. ولأنعامكم، ولأنعامكم. يلا النوس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، مش با، با، بناها، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يعني وأغطش، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يلا يا سارة. والأرض بعد، والأرض، ض، ض، معايا انتوا قولوا ورايا، ض، 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 والأرض، والأرض، ايوه، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها. تلات، اتنين ونص، تلاتة إلا، هم أربعة، ده مد واجب، الهمزة
جاية بعد حرف المد في كلمة واحدة، يبقى المد الفترة الزمنية أربع حركات. أخليهم شنة اتنين ونص. ما هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هكذا أقرأها للصحابة صلى الله عليه وسلم عليهم الرضوان، وهكذا إلى أن وصل هذا العلم بالتواتر إلينا. تمام؟ أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. يلا يا أستاذ سادة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. تاني، وأغطش ليلها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. جميل. يلا يا شروق، بس هتقولي من أول والأرض عشان نسمع الضاد يا شروق. والأرض بعد. أيوة، أنا خليتك تبتديها عشان أنت هتقلبي لي الضاد دال، أنا عارفة من أخطائك الشهيرة. ها؟ والأرض بعد. لا لا، دي دال، أنا عايزة الضا ضا ضا. والأرض ضا. والأرض بعد. قولي كده معايا ضا ضا. أيوة هي دي، إنما اللي فاتت دا، أنا عايزة الضا ضا. قولي ضا. أيوة. والأرض والأرض. أيوة. بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. جميل يا شروق. عبد الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آدم رفع سمكها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ضحاها 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 ضحاها. والأرض والأرض بعد ذلك دحاها. يلا حنين. والأرض. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الخالق العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.